38 مباراة من دون أن يخسر, بينما لدينا هنا تقدم وانطلاق وبعد ذلك تدخل وخطأ كان موجود, خطأ على ديمتريس. كرة ستلعب باليسرى باليسرى باليسرى, لا تستغرب لا تتعجب, هذا ميسي وصل ملعب. نعم بهكذا اهداف كوتينيو, تمريرة الى كوتينيو, ميسي ميسي الثاني الثاني, الله 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 الله, اوه يا ميسي هذا ثاني الاهداف بروعة كل الاهداف, يا سلام التي يسجلها دائما. نعم نتحدث عن ميسي وما يقدمه داخل ارضية الملعب, هنا اتى الثاني لكن الكرة ما زالت قائمة والتمريرة هنا حاضرة والفرصة خطيرة, جول جول, نبيل ازهر يسجل هدف تقليص الفارق. نعم المغربي ازهر يتمكن من التسجيل وكما قلنا اخرى, وعثمان ديمبلي فرصه ما زالت, جول جول جول, الله